انا جيت. السلام الله عليكم الاخوان ومرحبا بكم في تحريسه سانكساك، وما نطولش عليكم ونبداو باول فيديو ديال ليلى عبد اللطيف المغربيه وشنو قالت على المباراه اللي قبل ما كان غادي ياخذها المنتخب الوطني امام المنتخب الكوت ديفواري. وغادي نشوفوا هاد التصريح ديال ليلى عبد اللطيف المغربيه. الاخ غسان غادي يسول على المقابله قبل ما تجرى، زعما واش غادي يفوز المنتخب الوطني امام الكوت ديفواري او لا. غنشوفوا الجواب ديالو وكيفاش كان الجواب بواحد الطريقه كوميديه شويه. معاك انت قلتي لي راه غيغلبوا. اييه دابا ما نغلبوش. وين يا دري غالب؟ هزي هزي ليا. سميت قلتي؟ هو على المغرب واش غرب؟ سميت المغرب واش غرب؟ سميت المغرب. والاخرى اللي معاه؟ جنوب افريقيا. واش غنغلبوا ولا لا؟ لا لا المغرب ما عندهم ما يربح. لا ما يربحوش. ما ربحنا ما ربحوش. لا لا والله ما يديو ولا دود في العلوج والله ما يديو راه. ضيفك العادر وعين القادوس وطيطة وبغيت ليامات الاخره ديالك ان شاء الله تدق زياف في السماء. والله على الدواء. علاش؟ خاطر عليك تمرين هاد الرجال. من بعد ما حصلنا على ضربة جزاء وتم اهدار هاد الضربة، غنشوفوا هاد الصديق هذا حتى هو مسكين على ردة الفعل ديالو. راه لا اله الا الله، راه بزاف والله. الحماق. بعد ما تم الاقصاء ديالنا الاخوان، ما شديناش الخطوط المغربيه للطيران، لا شدينا الخطوط البلينيه للطيران. وخليكم بعد ما عطروا الهدى اللي قاموا به المغاربه من بعد ما تم الاقصاء ديالنا بطريقه سخريه وتحريسه 5-5. هذا آخر خبر في الشان الثاني. رافقتكم السلامة وستر مولانا، سلموا على الفاميلة. تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.